الأخير اتجاه اللاعب على اليمين. فرصة ثانية، برونو فرنانديز حطها في الشباك، جول. مع هذا الهدف إذا لم يكن، رغم الرقابة كان ينجح في التسديد بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. هذه الفرصة الآن برأيي بأنه مجبر على الاعتذار لزملائه في الفريق. ضربة رأسية، هدف آخر، مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. يعيشون أوقات رائعة الآن، هدفين. رأسية كانت مثالية، تحرك في توقيت رائع. طريقة الاستحواذ على الكرة ليست بالجديدة في كرة القدم، طريقة تطورت كثيرا عبر مراحل مختلفة. الآن نشاهد فرق تقدمها وكل فريق يضع بصمة مختلفة عن الآخر، لكن العامل المشترك كرة رأسية. التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرب. كريستيانو رونالدو وكرة في اتجاه المرمى، جول. كرة تمر بسلام على المدافعين. فينيسيوس جونيور، ليونيل ميسي، صافرة من حكم المباراة. هذه كرة يحاول تمريرها من بين المدافعين، يلعب كرة للجانب الأيمن ويلعب كرة، كرة رأسية والهدف يأتي. ما يحدث الآن هو عبارة عن سحق للمنافس، الخصم لا شيء في هذه الدقائق. بقية الميدان، ما يحدث هنا خروج بصراحة عن المألوف، سيطرة مطلقة على الملعب وتحكم تام. هنا تتحدث فينيسيوس جونيور، فينيسيوس جونيور، اللاعب يستلم الكرة، كريستيانو رونالدو. الله ما أروعك، لعبة في منتهى الروعة، هدف على الخصم، عقاب بعده آخر، هدف بعده آخر، نتيجة صعبة.